راه ربما انا مريت من واحد الطريق اللي شفت فينا شي حوايج وقاسيت منا شي عذاب اللي ما بغيتكش انت توصل ليها، ولكن نقدر نقول لك غير فمي حاول تبعد، لان هذا الشيء راه ما خدامش. الا كنتي طبيعي هذا الفيديو ديال بزاف ديال الدراري كانوا كيدخلوا عندي، خويا فؤاد راه بغيت ندير واحد الجسم، واش الا بغيت ندير داك الجسم ضروري من الهرمون؟ خويا فؤاد واش كاين شي طريقه ندير بها او نبني بها واحد الكتله عضليه للجسم ديالي ونكون طبيعي بالماكله؟ حيت انا كنخاف وما نقدرش ندير هذه، لكن الدراري كيقولوا لي الا ما درتيش الهرمون راه ما غتزيد. فهاد الفيديو هذا اللي كنت او انت اللي انسان طبيعي كيتريني في هاد الرياضه هذه بدا يجي الاحباط كيقول باللي راه هاد الناس كيديروا الهرمون انا ما كنديرش ما غنطورش. هذه اكبر اضحوكه كيضحكوا بها على الناس اللي طبيعيين باش يخليهم حتى هما يديروا. فغنخلي لك فيديوهات وانا كنهضر غادي يبدلوا النظره ديالك على كمال الاجسام مع الشرح ديال فؤاد فليكس اللي غيكون بالدارجه المغربيه. شوف الفيديوهات وانا كنشرح لك. اول حاجه يا اخي، حنا كنا كنعرفوا ان الدول الافريقيه دول على قد الحال، وان هاد الناس هادو كيترينيو بما يرضي الله، واللي لقاوه قدامهم كيديبانيو بها، سواء كان من الاكل سواء كان من التمرين. كما كتشوف المعدات اللي كيديرونو فيها معدات عادية جدا، كنظن انك انت كمغربي ما ترضاش انك تريني في معدات بحال هذه. زيد عليها ان الاكل ديالهم كما كتعرف دولة افريقية على قد الحال كيكون غير من الكربوهيدرات، الخبز، النشويات بانواعها او الكربوهيدرات كما كنقولوا بانواعها. نسبة البروتين تقدر تكون شبه منعدمة او القليل من البروتين اللي يقدر يصيد مثلا حوتة ولا يصيد شي لعيبة يقدر ياكل. فلو كان لقى هو باش يشري بروتين يقدر يمتع به راسه بالاكل اللي هو كيتشهى. دونك حنا هذا الكلام ما كنقللوش به من هاد الناس، وجعلناكم سواسيك اسنان المشط، لا فرق بين ابيض ولا اسود الا بالتقوى، ولكن غير واحد المثال اللي كنت اللي كيتحجج باشياء تافهه انه الا ما دارش الهرمون او الا ما خداش بروتين او الا ما شراش الاحماض الامينيه راه ما غيزيدش. وهذا واحد الغلط كبير كيشدو بنادم وكيحاول ما امكن يامن به باش يحبس من داك لاصال وما يترينيش بحجه خصني الهرمون. يا اخي هاد الناس اللي كتشوف قدامك كيترينيو بواحد النفس واحد المعنويات وعارف راسو شنو باغي، كيفيق كيعرف ان النار في 24 ساعه، كيحيد ساعه وكيخلي 23 ساعه يدير فيها الاعمال الخاصه به، وساعه واحده كيمشي كينفر كيتريني كيتقاتل وكيجي كياكل داكشي اللي قسم الله. داير واحد النيه انني غندير فورمه في واحد النهار. بزاف ديال الناس اللي غيقولوا لي ان هادو افارقه والافارقه حقه الجينات ديالهم مساعدهم ولا سيميتري ديالهم حقه والواد. اجي نقول لك اخويا باش تصحح هذه المعلومه، لا سيميتري تقدر تساعدك في حاجه واحده انك كتكون مكمول، ما عندكش العكامه لله، ما عندكش العوجيه في صدرك، كتفك ماشي بحال هذا او فوالا، كتساعدك انك يكون الجسم ديالك كيتشابه ما عندكش ديفوات، والجينات ديالك كتكون عندها قابليه انك تتعامل معك فيما حطيتيها، حطيتيها في شي اي روتين حطيتي فيه الجسم ديالك كيتفاعل معك بواحد الصوره، لان الجينات كتكون عندها دور كبير، ولكن ماشي في البناء، في الاستقبال. يعني هاد السيد هذا ها هو عنده جينات زوينه وما كيدخلش البروتين، ما الجسم ديالو غينتج البروتين من الداخل، ما يمكنش. فاللي بغيت نقول لك ان العضله كيفاش كتزيد؟ كتزيد مرارا وتكرارا، قلتها انا في الفيديوهات ديالي، راه كتدخل كميه كبيره من مصادر الطاقه بحال الكربوهيدرات او الدهون الصحيه، وكتكون رخيصه وسهله بحال اللي كيديروا هاد الافارقه هادو من الروز، من الخبز، من سباغيتي، المقارونيه، الشوفان الى اخره. فهاد مصادر الطاقه هي اللي كتخلي الجسم انه ياخذ واحد القدر كبير من الطاقه باش من ندخلوا للاصال او الجيم نشدوا ديك العضله اللي غنترينيو عليها نسلخوها مزيان. ومن كتسلخ هذيك العضله وكتبطبطها مزيان كيتم تكسير عدد كبير من الانسجه او الخلايا اللي داخل ديك العضله، باش ملي كتمشي للدار وتجلس وتاكل وترتاح ملي كتمشي تنعس، هنا الجسم ديالك كيدخل في واحد الحاجه اللي سميتها انه كيبقى يعالج نفسه بنفسه من خلال دوك الافرازات الهرمونيه اللي خاصه بعمليه الاستشفاء بحال الكراوش هرمون. وزيد على ان داك الاكل اللي كتاكل منه واحد القليل من نسبه البروتين كسلسله احماض امينيه كتدخل باش دير واحد الاستشفاء لذاك العضله اللي تدرينيتي عليها، وبهذه الطريقه هذه العضله كتكبر. كندخلوا مصادر الطاقه باش نقدروا نمشيو ونرفعوا اوزان ثقيله، باش نعرفوا نديروا بها واحد المضى حركي، باش يتم تكسر عدد كبير من الخلايا، باش من نمشيو ونعسو هنا غيتم الاستشفاء من خلال بزاف الامور باش العضله كتزيد القوه ديالها وكتحسن. اذا يا صديقي هنا اللي بغيت نقول لك انك حيد عليا ديك الفكره ديال انني خصني نشري الهرمون، وحيد عليا ديك الفكره ديال ما كانش عندي الواي بروتين وما عنديش اللعيبات الاخرين ما نقدرش نزيد، وغادي تمشي تقفط على دراعك وغتمشي تريني غتمشي تقاتل وغتاكل داكشي اللي قسم الله، ولا ما عندكش اليوم غدا وبعد غدا غيكون عندك. فليسونسيال هو انك تكون دير واحد الهدف قدام عينك، ان هاد الرياضه انت كتبغيها ومن خلالها باغي توصل لواحد الفكره ديال دير واحد الجسم او تنحت واحد الجسم اللي واحد النهار غيشرف بك والناس يقولوا لك ما شاء الله تبارك الله عليك، غيعجبك الحال وغتحس بالفخر. اما الا بقيتي في بلاصتك ديما كتمنى وكتساين تيجي ذاك النهار اللي تقدر تاخذ دوك الهرمونات او تاخذ دوك الحوايج اللي يقدروا من بعد ما تعرفش الاستعمال ديالهم يدمروا لك حياتك، بقيتي تما
اولا مثلا لقيتي داك النهار اللي غتشري فيه داك الشيء غتدمر حياتك حيت ما غتكونش عارف. فخليك في الدومين، خليك في المجال، تعلم، تريني، قرا، غتستافد وتقدر من خلال الاحتكاك ديالك بهذه الرياضه تبدل الرؤيه ديالك على كمال الاجسام من خلال ان هذاك العالم مفتوحوش عليا، لان هذاك العالم ديال المواليه كيشاركوا وعندهم بزاف الامور. انا باغي ندير جسم رياضي زواون، نلبس به الحوايج، نخرج برا، فما كاينلاش نوصل لهذا الشيء هذا. وهنا غتوصل لواحد الفكره ديال غتهصعك وقرعه الماء ديالك وغتزرع لي زياد ديالك وغتمشي لاصال التريني. راه كنقولها ونعاودها لك، راه ماشي لاصال اللي كان خمسه نجوم عاد نتريني، وراه كنعاود نقولها لك، راه ماشي الا كانت عندي الثلاجه عامره عاد نتريني. راه انا عاود بلا ما قلتش انا اللي كندوي معك، راه كنت كنتريني على اساس انني كنت كنظن ان الناس اللي كيترينو في الحديد راهم صحاح، فكنت كنتريني على اساس اني انا نولي صحيح. كنبارطاجي معك الفكره ديال الصور ديالي، تقدر تضحك ولكن كنت صغير. نهار اللي بديت نتريني في الرياضه وبديت كندير واحد الجسم والناس بديت كتقول لي تبارك الله عليك فورمتك زوينه، من شفت الناس بدات تعطيني واحد الاحترام افتخرت بنفسي وبديت كنقول نتقاتل ونزيد، بغيت نزيد نشوف المحبه ديال الناس لي، وبديت كنتقاتل. ومن كندوز من شي درب وكيقول لي شي وليد تبارك الله وكيشوف فيا كيزيد يعجبني الحال. الوغ هنا كتزيد الثقه ديالك في نفسك وكتزيد تشوف، كتبقى تبدل الفكره ديالك من ستاج لستاج. حتى جا واحد النهار لقيتي راسك في المسرح كتلعب، جا واحد النهار لقيتي راسك ولي شي مدرب شارجي شي واحد الباكاج كتخدم به. الوغ شكون كان كيعلم انني انا غنكون مدرب؟ ما كنتش كنعرف. راه اللي كيكتب لك الارزاق واللي كيسخر لك راه والله. انت غير بدا يستر الامور، دير الاسباب والكمال كيبقى الله على اللي خلقك وخلي خلقني. فما تبقاش تحجج وما تبقايش اختي تحججي. لاصال واخا يكون بعيد منك ب 10 دقائق سير بشري بيكالا. فهاد الفيديو هذا انا ما درتوش باش نهضروا فيه بزاف الحوايج، درتو غير باش نبارطاجي مع شي دراري كانوا كيدخلوا كيبقاو يهضروا معايا على الهرمون بزاف. ملي كنجي نسول على الاعمار ديالهم كنلقى الاعمار ديالهم 17 18 19 20، ما كيهضروش معاك دراري كبار، كيهضروا معاك دراري صغار. ومن كتبغي تقنعوا يقدر يخلي الاوديو ديالك يسمعوا يتجاهلوا ما يردش عليك. علاش؟ حيت هو ما بغاش يسمع ديك الهضره ديالك، باغي يسمع داك اللي غيقول خذ القد والقد من هذه ودخل هذه وشوف سير شري هذه ودير معها هذه. هذا هو اللي باغي يسمع عليه الاوديو ديالو. فيا اخي راه ما صعبش عليا باش نقول لك هذا الشيء هذا، ولكن راه ربما انا مريت من واحد الطريق اللي شفت فينا شي حوايج وقاسيت منا شي عذاب اللي ما بغيتكش انت توصل ليه. ولكن نقدر نقول لك غير فمي حاول تبعد، لان هذا الشيء راه ما خدامش، وحاول تمشي تريني لان هذا ماشي عذر. فما بقى لي الا نقول لكم اعانكم الله، وكنتمنى من الله الخير للجميع، وعانكم الله الدراري. السلام عليكم.